للمباراة الثالثة على التوالي صلاح يسجل ويقود ليفربول للفوز الثالث وتسع نقاط بالعلامة الكاملة. ليفربول يبدع ويمتع أمام مانشستر يونايتد اللي لا حول له ولا قوة مع تين هاج المدير الفني اللي ما أقدرش أقول عليه غير مدير فني فاشل. جاء لمانشستر يونايتد ليزيد جراح مانشستر يونايتد وجماهير مانشستر يونايتد، ولكن نجمنا المصري محمد صلاح بيبدع، نجمنا المصري محمد صلاح بيسجل بيصنع بيعمل كل حاجة في ليفربول، وصل لمرحلة كبيرة جدا من الاتزان، وصل لمرحلة كبيرة جدا من الإتقان. محمد صلاح يعني قائد الأوركسترا في ليفربول، قائد الإمتاع، قائد استمتاع الجماهير. محمد صلاح يمتع، ليفربول يفوز. محمد صلاح يسجل، ليفربول يفوز. محمد صلاح يصنع، ليفربول يفوز. محمد صلاح وحط تحتها ليفربول، حط تحتها سعادة جماهير ليفربول في العالم بالكامل تحت أقدام محمد صلاح. محمد صلاح مايسترو ليفربول، مايسترو جماهير ليفربول ومحبين ليفربول. فوز ثالث، انتصار وتسع نقاط بالعلامة الكاملة. مبروك لنجمنا المصري محمد صلاح ومزيد من التألق إن شاء الله.